واحد بيسأل عن الإدانة وبيقول أنا أقع في الإدانة كثيرا، اديني تدريب. أنا مش بس هديكوا تدريب، أنا هديكوا كتاب، يعني كتاب عن حرب الإدانة تقريبا خلص مني تماما وموجود في المطبعة، باقي التشطيب والتصوير والطبع والتدريب والحاجات دي، لكن كتأليف وكمراجعة خلص. لكن هقول لك تدريب دلوقتي، والتدريب جايز ينفع لكل الناس. غالبية الإدانة بتأتي من الفراغ. من الإيه؟ الفراغ. ناس فاضيين ومش لاقين حاجة يتكلموا فيها فيقعدوا يتكلموا في سيرة الناس. ولذلك الشخص اللي بيقدر يستغل وقته وما يكونش عنده فراغ مش معرض للوقوع في هذه الخطية زي دي. ومن رأيي إن في البيت تشوفوا لكم موضوع تاني غير نشرة الأخبار بتاعة العائلات والحي المحيط والحاجات اللي زي دي. الناس يقعدوا مفيش غير فلان وفلان. يا ريت يكون في برنامج لشغل الوقت في البيت، يعني أول ما يكونوا قاعدين واحد يروح مقترح موضوع كويس ويتكلم فيه، قصة لطيفة ويقول، خبر لطيف ويقول، معلومة من المعلومات الكويسة ويقول، يشغل الوقت بشيء نافع. العقل دايما بيشتغل واللسان غالبية وقته بيشتغل، فإذا لم يشتغل في شيء نافع هيشتغل في شيء ضار. فيا ليتنا نجد طريقة لقضاء وقت الفراغ سواء في البيت أو خارج البيت. وده عايز إنسان يكون ناصح ودارس ويقدر يدخل موضوع، موضوع ديني كويس، حكاية لطيفة كويسة، جزء من سير القديسين أو من التاريخ يقولوا، قصة سمعها عن معجزة عن أعجوبة يروح قايلها، كلمة لطيفة من الكلام المأثور سمعه يقولوا، حتى لو موضوع علمي أو ثقافة مفيدة وهو أراه يقول لهم ده احنا قرينا حاجة لطيفة كذا 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 ويروح قايل الموضوع. المهم يدخل موضوع للمناقشة نافع ومفيد، غير ماسك سيرة الناس. غير ايه؟ ماسك سيرة الناس. هو غالبية الناس بيمسكوا السيرة من الفراغ، فراغ في الوقت وفراغ في الفكر، الاثنين مع بعض. لا في ذهنه موضوع نافع يقدمه لأن في ذهنه فراغ، ولا فراغ الوقت أيضا قادر يشغله بما يفيد، فهذا الفراغ بيضيع. ده لو كانوا في العيلة كل واحد يفكر يمسك إدارة المناقشة بتاعت يوم، يحضر لهم حتى وسط أصحابك ومعارفك. لما تكون قاري كتير ومحضر كتير وبذهنك شيء جديد الناس ما يعرفوهوش وشيء مشوق الناس يلتزوا بيه وشيء نافع لهم فكريا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو دينيا أو روحيا أو عقيديا أو أي حاجة. لكن الناس اللي ما فيش في فكرهم حاجة أو يقولوا حصل إيه وضرب إيه وسيرة الناس هي الحاجة الوحيدة، زي ما يكون في بعض الناس جعانين أخبار. جعانين إيه؟ أخبار. أول ما يقابلك يقول إيه أخبار؟ آخر أخبار إيه؟ أو أخبار فلان إيه؟ أو أخبار فلان إيه؟ أو أخبار العيلة إيه؟ ويا ريت يفكر في خبر عدل، يفكر في خبر يتعبه ويتعب اللي حواليه. والناس يسمعوه يقولوا يا خبر تعبانين من الكلام. حاولوا أنكم تعالجوا إيه؟ مشكلة الفراغ.